قرر برهان وشويو أن خطة النيران هي الطريقة الوحيدة لهزيمة تسوتسو، لكن هذه الخطة لن تنجح إلا إذا استخدمت خطة أخرى تجعل سفن تسوتسو متجمعة في مكان واحد لا تستطيع الفرار منه. ولهذا استعان برهان بصديقه إحسان صاحب العقل الذكي أيضا. أقنع إحسان تسوتسو بطريقة السلاسل الحديدية لمنع سفنه من الاهتزاز، وذلك لإتاحة الفرصة لجنود تسوتسو للشفاء من الدوار الذي أصابهم. وكانت هذه الخطوة هي المقتل الذي ينشده تسوتسو. نحن سعداء بعودة صديقنا برهان سالما بعد أداء مهمته بنجاح. المعركة الفاصلة التي كنا ننتظرها باتت قريبة. استمعوا إلى تعليمات برهان ونفذوها لنحقق النصر على قوى الشر في البلاد. تحت ضغط هجوم اسطول شويو سوف يهرب تسوتسو بالتأكيد إلى منطقة النفق الصخري عابرا الطريق الجبلي، وهنا يبدأ دور قواتنا بمهاجمة تسوتسو. ولكنني أتساءل، هل سينتصر شويو حتما في هذه المعركة؟ سينهزم تسوتسو لأنه وقع في الفخ. سينتظر القائد شايان تسوتسو في طريق ضيق قرب النفق الصخري. من المؤكد أن تسوتسو سيمر منه بعد هربه. ولكن يوجد طريقان في هذه المنطقة. سيذهب تسوتسو مضطرا عبر هذا الدرب باتجاه تشينغتشو لأنه يريد أن يجمع بقايا قواته في طريق العودة إلى العاصمة. حاضر، سأكون بانتظاره هناك مع جنودي. ثم يأتي دور حكمة. أنا جاهز. سوف تختبئ مع جنودك على الجانب الآخر من الجبل لأن تسوتسو سيضطر للاستراحة هناك بعد مسير شاق. أرجو أن تتمهل، وإذا لم يسترح هنا أقصد أنه إذا استراح تسوتسو في مكان آخر ماذا سأفعل؟ أعتقد أن تسوتسو سيستريح هنا يا حكمة، هذا أفضل مكان آمن بالنسبة له. سيستريح حتما طالما تقول ذلك، جربنا كلامك من قبل. عندما ترى الدخان يتصاعد من معسكر تسوتسو يا حكمة، عليك أنت وجنودك إشعال نار كبيرة لمهاجمته. كيف عرفت أنهم سيشعلون نارا؟ عبد الرحمن، سنقوم معا بمراقبة المعركة الدائرة بين قوات شويو وقوات تسوتسو لمعرفة مجرياتها. هل نسيتني؟ هذه المعركة لن تكون معركة عادية، ومع ذلك لم تكلفني حتى الآن بأية مهمة قتالية في هذه المعركة. فكرت بأمر هام يليق بشجاعتك يا حمزة، ولكنني أحجمت لأمر يتعلق بك، لذلك أرجو أن تبقى قواتك احتياطية. سيد برهان، ما الأمر الذي دفعك لاتخاذ هذا القرار بحقنا؟ أعرف أن القائد حمزة مدين لتسوتسو بحياته عندما أنقذه في مرة سابقة. سوف يسلك تسوتسو طريق جبل العاصمة، فإن طلبت من القائد حمزة إيقافه هناك فسوف يتركه يعبر بسلام وسينجو تسوتسو. هذا غير صحيح، كنت مدينا له لأنه أنقذني وزوجة عبد الرحمن، ولكنني وفيت ديني نحوه بعد أن قضيت على بعض قادة الأعداء الذين وقفوا بوجهه. لم يعد له دين علي أبدا، سأقتله دون تردد إذا ما التقيته. سيدي صدق ما يقوله القائد حمزة، أرجوك اجعل هذه المهمة من نصيبه، أرجوك يا سيدي. ماذا ستفعل إن تركته ينجو بحياته؟ نفذ بحق قوانين الحرب المناسبة. وأنا معه. سوف تكتب وثيقة بهذا الشأن يا حمزة، فهل توافق؟ أنا موافق، ولكن قل لي ماذا سأفعل إن لم يأتي تسوتسو عبر هذا الطريق؟ مجرد احتمال. لا خيار آخر أمامه، على كل حال ستكون في حل من عهدك إذا حصل العكس. إذن أرجو أن تزودني بالتعليمات المناسبة. ستقوم بحرق الأعشاب اليابسة، وهكذا ستفتح الطريق أمامه للوصول إليك. تسوتسو رجل ذكي أيضا وشديد الحذر، عندما يرى الدخان متصاعدا سيشك بوجود كمين وسيسلك طريقا آخر دون شك. يوجد هناك نوعان من الكمائن، أحدهما حقيقي والآخر مزيف، ولأن تسوتسو حذر سيظن أنه كمين مزيف وسيستمر في طريقه.
وهذا ما نريد أن يفعله بالضبط. فهمت، سأكون بانتظاره. أحذرك ثانية، يجب ألا تضعف أمام دينك لتسوتسو وتعفو عنه. ثق بي يا برهان. وضعني القائد شويو تحت المراقبة الشديدة، وهذا هو السبب الذي أخر فرصة هربي من هناك. لقد طلب من جنوده تشديد الحراسة على مستودعات المؤونة، لكن الفرصة الآن أصبحت مواتية للحصول على بعض السفن، لذلك سأجلبها معي حتما. سأتقدم باتجاه الشاطئ الشمالي هذه الليلة بسفينة تحمل علما أزرق، وسأقتل بعض قادة شويو وأسلبهم سفن أسلحتهم لتكون هدية لك يا سيدي. سوف تستطيعون أن تميزوا سفينتي بسهولة، فأرجو استقبالي دون حصول أخطاء. سيأتي كاي إلينا بسفينة مؤن ترفع علما أزرق، إياكم أن تهاجموا هذه السفينة. يوشن انتبهوا جيدا. حاضر، سأسهر طوال الليل بانتظار وصوله. لا أريد أي أخطاء، الموقف دقيق والخطة بحاجة إلى حذر حتى لا تحصل مفاجآت. حاضر. يجب أن نعلن انتصارنا عندما يصل كاي مستسلما إلينا. عبد الرحمن، شويو، يا من تقفون بوجهي، حانت ساعة نهايتكم. سيدي القائد، بدأت الرياح الجنوبية تشتد أكثر. لن تطول الحرب أكثر، الرياح الجنوبية تهب لأيام قليلة فقط. أنا قلق بشأن استخدامهم خطة النيران، الرياح تسير لصالحهم. لن يستطيعوا فعل شيء. انتبهوا جيدا ريثما يصل كاي ويزودنا بالمعلومات. صبوا الكثير من النفط، أريد حرقها بسرعة. مضت 20 عاما منذ أن أشعل أصحاب القبعات الصفر نار الشر والظلم على الناس في هذه البلاد. كانت أعواما قاسية من الصراعات بين القادة، والآن بدأت المعركة المائية الحاسمة التي كان للقائد كاي دور كبير فيها. استغل كاي فرصة اقترابه من الحصن المائي، فبدأ جنوده بصب النفط على السفن، حتى إذا ضربوا السهام النارية عليها فيما بعد فسوف تصبح كتلة عظيمة من اللهب. ظهرت سفنهم. هل يوجد علم أزرق عليها؟ لا أستطيع التأكد، فما زالت السفن بعيدة. هدفنا هو السفن المضبوطة بالسلاسل، صوبوا بدقة. يوجد علم أزرق. إنها سفينة المؤن التي تحمل القائد كاي. لا تطلقوا عليها، قودوها إلى داخل الخليج. سيدي هناك خدعة. ماذا؟ تبدو سفينتهم أسرع بكثير من سفينة محملة بالمؤن، يجب ألا نسمح لها بالاقتراب أكثر. هذا صحيح، تبدو السفينة خفيفة. خدعونا. ارموهم، ارموا عليهم، اطلقوا. ارفعوا الأشرعة، هيا اطردوهم. ولكن السفن مربوطة ببعضها. لن نستطيع صد هجومهم يا سيدي. أبدا، لن نستسلم. هيا احشد الجنود في الجهة الغربية. حاضر. سيدي موقفنا صعب وعلينا التراجع. ستندم على هذا التصرف يا شويو.
نجحت الخطوة الأولى، نفذوا الخطوة التالية. ساتفو، نجحت في خداعك، هيا إلى القتال. اقضي عليه اليوم، هيا. خذ أيها العجوز. لن تستطيع قتلي يا ساتفو، سأقطع راسك. هيا هيا هيا. ما زال حصن تشينغ تشو بعيدا جدا. لقد جاءوا. لا خيار امامنا الا ان نهرب في الوقت الحالي. هيا. سيدي قل لي، ما الذي يضحكك؟ أضحك على سذاجة برهان وشويو وقلة خبرتهما. لو كنت مكانهما لنصبت كمينا لنا في هذا المكان بالذات. هذا صحيح. طالما استطعت النجاة بحياتي سأعرف كيف أنتقم منهم. إنه كمين. كان برهان أذكى مما توقعت. لقد وقعت في يدي يا ساتسو، سأصطادك مثل سمكة ضعيفة. لنهرب. افلت من يدي. لم أتوقع أن يخططوا بمثل هذه الطريقة البارعة. ما زلنا في منطقة النفق الصخري، الجنود مرهقون وهم بحاجة إلى الراحة. يجب أن يعدوا الطعام ويأكلوا قبل المسير. أرغب في الضحك ثانية. نجوت من مطاردتهم هذه المرة ولم يستطيعوا الإمساك بي. من حسن حظي أنهم لم يضعوا كمينا في هذه المنطقة، وإلا انتهى أمري. لن يستطيع الوصول إليك أبدا يا سيدي، ستبدأ مشوار الطموح من جديد. لن أهزم أبدا يا صديقي لأنني أمتلك الطموح، سأقف من جديد. منذ زمن أنتظر لقاءك، سأحصل على رأسك. ماذا؟ حكمة؟ لقد توقفت للاستراحة من أجل الإعداد للطعام. كانت خطة برهان دقيقة إلى درجة مدهشة. كنا نعرف أنك ستأتي من هذا الطريق. اهرب بسرعة يا سيدي. لن تهرب مني يا تاتا. ابعد عن طريقي ايها الجبان. هربتم ايها الجبناء. هنا أقصر طريق إلى جبل العاصمة، ولكن أحدهم يشعل نارا. أعتقد أنه كمين آخر يا سيدي، لنسلك طريقا مختلفا. لا، إنه كمين مزيف وضعه عبد الرحمن وبرهان، يريدون إيهامنا بأنهم يقفون بانتظارنا. سنتابع المسير من هنا لأنه الطريق الوحيد الآمن إلى العاصمة. أعتقد أن كلامك صحيح، سنسلك هذا الطريق. Yeah.
هذا حمزة. يبدو أنني وصلت إلى نهايتي. القائد حمزة رجل نبيل يعرف الواجب، ذكره بمعروفك معه في الأيام السابقة، سيسمح لك بالمرور. مرحبا بك يا حمزة، أعرف أنك نبيل، أناشدك باسم الوفاء أن تسمح لي بالمرور. نحن بانتظار قدومك يا تسوتسو، يجب أن تقتل حالا، تجاوزت طموحاتك كل الحدود. لست إلا قائدا مهزوما، قتلي لا يفيدك يا حمزة، تذكر أنني أنقذت حياتك. كفأتك على معروفك سابقا، لذلك لن أسمح لك بالمرور إلا بعد أن تقاتلني يا تشوتسو. لا أستطيع، أنا أعزل بلا سلاح، لسنا سوى بقايا كتيبة محطمة. سيدي لا تعطف عليه أبدا. حمزة، ألا تتذكر حمايتي لزوجة القائد عبد الرحمن ذات مرة؟ لقد قتلت الكثير من جنودي على الحواجز التي أقمتها، ومع ذلك سامحتك يا حمزة لأنني تأثرت كثيرا بصدقك وأخلاصك لأصدقائك. أنا سأقتله. عبر. ماذا ستقول للقائد يا عبد الرحمن؟ لم يستطع حمزة أن يقتل تسوتسو بعد أن ذكره أنه أنقذه ذات مرة وأنقذ معه هدى زوجة عبد الرحمن. كان حمزة رجلا نبيلا يعفو عند المقدرة. لقد أدرك أن تسوتسو أصبح عاجزا فاقد الطموح، ولم يكن الهدف قتل الناس بل انتزاع أظفار الشر من أيديهم. الإنسان قيمته إلا في الشدائد. كنت سأخسر حياتي لولا نبل حمزة وعفوه عني. صحيح أنني الآن مهزوم، لكنني سأعاود النهوض لأملك العالم كله. لماذا تركته يا حمزة؟ ألم توقع وثيقة قتله؟ لقد خالفت بذلك قوانين الجيش. هذا صحيح، أنا مستعد لتنفيذ العقوبة. كان يجب عليك تنفيذ الأوامر، والآن يجب أن تقتل. وأنا معه يا سيدي، يجب أن أقتل. كوهن، لقد أزديت لي معروفا في السابق، وقد حان الوقت لرد المعروف إليك يا سيدي. وأنا معهم، لقد تعاهدنا نحن الأصدقاء الثلاثة على أن نعيش معا وأن نقاتل معا حتى الانتصار أو الشهادة. اسمعني جيدا يا برهان، أعتقد أنه من الخطأ أن نعاقب نبيلا مثل القائد حمزة. بما أنك تقول هذا الكلام يا سيدي، لم يعد لي رأي آخر. كنت متأكدا منذ البداية أن حمزة لن يستطيع قتل تسوتسو، فلماذا طلبت منه التوقيع على الوثيقة؟ لغاية في نفسي. كما توقعت، كان حمزة يشعر بأنه مدين لتسوتسو بحياته، وهذا ما كان يعذبه دائما، وقد أتحت له الفرصة لرد الدين. أنت تعرف أننا لا نريد قتل أحد، كل ما نريده هو نشر الخير والسلام بين الناس، مع أن الشر سيحاول أن يقوى من جديد.
كسبنا معركة فقط، لذلك سنبقى مستعدين. قاتلنا الأشرار طويلا لكن الشر لم ينتهي. كانت سوتسو على وشك تحقيق طموحاته، لكن إرادة القائد عبد الرحمن ومساعده برهان وسائر الأصدقاء جعلته ينتصر. هكذا هزمت سوتسو صاحب الطموح الأناني، وهزم شويو أيضا بعد أن حطم رأسه على صخرة تسوتسو، وبقي عبد الرحمن صاحب الطموح الإنساني. الشر لم ينتهي من العالم وإن هزم بعض الأشرار، لكن الخير سينتصر مهما طال الزمن.